السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم مهندس محمد نجم. بإذن الله هشرح ليكم اللي هو متطلبات البحث اللي دكتور محمود طلبه منكم لمادة حاسبات وبرمجة، وبإذن الله معظم الدكاترة هيطلبوا نفس المتطلبات دي، فاللي هقوله لكم هنا هو اللي هيتعمل هنا وفي المادة دي وأي مادة تانية بإذن الله. طيب في الأول كده نتعرض للبي دي اف اللي الدكتور محمود نزله، هو ده. الدكتور قال لك يتم عمل بحث مرجعي في أحد الموضوعات الآتية. الدكتور حدد لك 5 مواضيع كلهم عليكم في المادة، تمام؟ دي يعتبر أسامي شباتر المادة أصلا، وقال لك هتعمل واحد فيهم. يتم عمل بحث مرجعي في أحد الموضوعات كمبيوتر اورجانيزيشن والاركتكتشر، والموضوع الثاني كمبيوتر كوميونيكيشن والنتورك، الموضوع الثالث النوميريكال سيستم. يعتبر الموضوع الاولاني ده ماسك شابتر 1 و2، الموضوع الثاني ده يعتبر ماسك شابتر 3، الموضوع الثالث يعتبر ماسك شابتر 4، الموضوع الرابع اللي هو اللوجيك جيت يعتبر ماسك شابتر 5، الموضوع الخامس اللي هو الالجوريزم والفلو شارت يعتبر ماسك شابتر 6، الموضوع السادس اللي هو السي بروجرامينج لانجويج لغة السي ماسك شابتر 7. يبقى هنختار بحث من دول، موضوع من دول وهنعمله. طيب بعد كده البحث اللي احنا هنعمله مش هيقل عن 15 صفحة ولا يزيد عن 20 صفحة، ولازم يكون البحث ده مستوفى او يستوفي جميع اجزاء الخاصة بموضوع البحث. يعني انا مثلا هختار وليكن الموضوع الثاني اللي هو كمبيوتر كوميونيكيشن اند نتورك اللي هو شابتر 3 اللي هو شابتر الشبكات. طيب ايه المطلوب مني؟ اني اجي اعمل بحث عن الكمبيوتر نتورك، الشبكات بتاعت الكمبيوتر. ابدا بقى يعني شبكه، انواعها، فوائدها، عيوبها، استخداماتها، الابليكيشن. طب اخش بقى جوه اكتر ادفانسد زي ما هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. طيب عملت البحث اللي هو ما ينفعش يكون اقل. طبعا البحث بيبقى بالانجليزي، معظم الناس اصحابكم زمايلكم بشوفهم بيسالوني انجليزي ولا عربي، طبعا هي بالانجليزي. عملت البحث اللي هو 15 16 17 لحد 20 صفحه، هروح جاي بعته عن طريق الجيميل. ده الجيميل بتاع الدكتور، اسمه دكتور بروجرامينج 75 ات جيميل دوت كوم. هبعته للدكتور عن طريق الجيميل. طب انا لو عندي ايميل ياهو ينفع ابعته على الجيميل؟ اه. طب انا لو عندي جيميل ينفع ابعته على الجيميل؟ اه. على ان يكون موضوع الايميل، انا ما ببعت على الجيميل بيكون الموضوع بيبقى فيه كده زي المرسل كده والمرسل اليه، وبعد كده الموضوع اللي هو السبجكت بكتب اسمي اللي هو الطالب، اسم الطالب وكوده، الاسم كده وبعدين اعمل داش شرطه الكود اللي هو هيبقى 119 كذا. طيب ويتم كتابه بيانات باقي بيانات الطالب. هو الدكتور مش يعني طبيعي مش هيحتاج الا اسمك والكود، داخل محتوى البحث والبحث نفسه. طيب موعد تسليم البحث، انت قدامك لحد 31/5 يعني بعد العيد ان شاء الله تعمل فيه البحث. طب خلصته مش تبعته دلوقتي، خلصته تروح جاي بعته يوم 31. قدامك بقى من 31/5 لحد 3/6 تقدر تبعت فيه في الفتره دي. والدكتور كاتب هنا ايه؟ ولن يتم استقبال اي ابحاث قبل او بعد المواعيد دي. يعني ما ينفعش ابعت قبل الميعاد ده اللي هو قبل 31 ولا بعد 3/6. انا حدودي من 31/5 اللي هو اخر يوم في شهر 5، هيبقى يوم احد، يوم الاحد تقريبا، لحد يوم 3/6. طيب نيجي بقى للبحث نفسه. وانا بكتب البحث لازم اراعي الكلام ده. طيب هنشوف الكلام ده دلوقتي على الوورد. طبعا احنا هنكتب الكلام ده على الوورد، برنامج الوورد ده من البرامج الشهيره، هنشوف ازاي نكتبه. 7 ملحوظات دول مهمين. طيب نيجي بعد كده هنرجع لهم تاني. ملحوظتين، الملحوظتين طبعا دول كلنا شفناهم على السوشيال ميديا، القرارات بتاعت وزير التعليم العالي. اول حاجه ان البحث ده لو ثبت انه مقتبس او منقول كليا مش جزئيا، هنا مش قال لك جزئيا، كليا من رسائل اخرى يعني من مراجع تانيه، من كتب، من على النت، يعني عملت كوبي بيست على طول، نقلت كده وحطيته خلاص، او انه يعد مجرد نقل حرفي لمورد بالمراجع العلميه، مش هيتقبل. او حتى الدكتور عنده برنامج، لان الكلام ده بيبقى للدراسات العليا برضو، الناس اللي بتحضر ماجستير ودكتوراه وكده، بيبقى في برامج اسمه برامج كشف الاقتباس المعتمده،
في برامج مخصصة لذلك تكتشف الكلام ده. والله انت سارق الكلام ده منين؟ نقله منين؟ طب واحد يقول لي هو انا الكلام ده مش هخترعه، ما انا اكيد هبقى جايبه من حتت. ايوه، ما الدكتور عايزك تكتبه بايدك ما تنقلوش. ما انت مكتبه بايدك يبقى انت كده استفدت، فهمت اللي انت عملته، ذاكرت الموضوع، ناقشت الموضوع، فاهم قصدي؟ طيب واحد ما سمعش الكلام وجي نقل على طول، او اداه لحد وخلاه ينقله له ونقله، او نقله من زميله يعني البحث زي التاني، في حالة عدم مش هيتقبل. طب في حالة عدم قبول المشروع ايه اللي هيحصل؟ الدكتور هيديك فرصة تانية، هي بفرصة واحدة فقط انك تعيد تاني المشروع بالشروط اللي احنا قلنا الدكتور كاتبها دي اللي احنا قريناها مع بعض فوق. طب ما بعتها واتقبل خلاص نجحت في المادة، طب بعتها وما اتقبلش خلاص انت كده بقيت راسب في المادة، شلتها وتطبق عليك جميع القواعد المنظمة للتعامل مع الراسبين، يعني خلاص انت شلت المادة. تمام؟ طيب الجزء بقى بتاعنا انا هكتبه يعني ازاي؟ انا دلوقتي عندي 5 مواضيع هختار منهم موضوع، هكتبه ازاي؟ قال لك بتكتبه لازم يكون مرتب كالتالي الترتيب ده. اول حاجه الابستراكت، الموضوع نفسه، مقدمه عنه، نبذه كده عن الموضوع. انت بس هتاخد موضوع الشبكات تقول ايه اهميتها، حته كده بالانجلش طبعا. إيه الشبكات؟ مهمه في حياتنا، بنستخدمها في تطبيقات كذا، الانترنت، البنوك، معرفش ايه، نظام السكك الحديديه، الشبكات طبعا بستخدمه في كل ده. طب بعد كده الكونتنت، المحتويات بقى بتاعت الموضوع بتاعك اللي هو يعتبر الفهرس. تمام؟ بعد كده انتروداكشن، مقدمه للموضوع. بعد كده الموضوع نفسه مثلا من 4 ل 10 الاجزاء بتاعته بقى اللي هو الديفينيشن، تعريف الشبكات. بعد كده تايبس اوف نتورك، انواع الشبكات اللي هي رقم 5 مثلا. بعد كده ادفانتج اوف نتورك، ديس ادفانتج اوف نتورك، العيوب بتاعت الشبكات وهكذا. طيب عملت اجزاء كتير، من مش لازم من 4 ل 11، ينفع تعمل اكتر من كده طبعا. بعد كده بتعمل كونسوليوشن، خلاص كده خلاص انت خلصت، بتقول له ايه اللي انت استفدته من الموضوع. بعد كده الريفرنس، ريفرنس يعني المصادر اللي انت خدت منها الموضوع. واحد يقول لي ده انا هكتبها له ازاي؟ طبعا انت هتكتبها له، هتقول له انا الموضوع ده جبته اول حاجه ان الريفرنس بتاعك ان الانترنت، طب تاني حاجه كتاب اسمه كذا، طب تالت حاجه كتاب اسمه كذا، رابع حاجه كتاب اسمه كذا، خامس حاجه المحاضره رقم كذا، الشابتر رقم كذا، على حسب الموضوع اللي انت واخده. طب الكتاب اللي انت واخد منه هتكتبه؟ اه عادي اكتب اسمه، لان الدكتور هيشوف انت ناقل من الكتاب على طول ولا انت حسنت زي ما لسه الجزئيه اللي احنا هنرجع لها. طيب الدكتور كاتب لك في الاخر اي استفسار او تواصل سوف يكون عن طريق الايميل، يعني انت مش فاهم حاجه هتبعت للدكتور على الايميل ده تقول له دكتور 1 2 3 انا مش فاهم كذا، الدكتور هيبعت لك زي ما هو زي ما حضر الدكتور كاتب كده. تمام؟ طيب نرجع بقى للتعامل معانا، ازاي نتعامل على الوورد. الاول هو فين جهاز الوورد ده؟ فين قصدي برنامج الوورد ده؟ هو ده برنامج الوورد ده شكله، عشان ناس كتير مش عارفينه، يعني ناس كتير على الجروب عندكم على الواتس عاملين يقولوا لي مش عارفينه كده، عيب لما نبقى مهندسين ومش عارفين الكلام ده. طب هل الكلام ده الوورد ده انا مش هستخدمه لما ابقى مهندس؟ لا طبعا، ده هتستخدم الكلام ده طبعا 100%، انا اتخرجت اهو بستخدمه دلوقتي، انت هتحتاج الكلام ده جدا. طيب ده الوورد، نفتح مع بعض كده الوورد نشوف شكله عامل ازاي من جوه. ده شكل الوورد من جوه اهو. تمام؟ ده تقريبا عندي مسطبه على اللاب مايكروسوفت وورد 2010، ده الوورد. تمام؟ طيب نرجع بقى للبي دي اف نشوف الدكتور كاتب ايه. اول حاجه قال لك حجم الخط للعناوين الرئيسيه 18 غليظ، يعني ايه؟ هو كاتب لك اهو بولد تايمز نيو رومان 18، ده العناوين الرئيسيه اللي هو مثلا عنوان الشابتر. طيب ناخد مثلا اسم الشابتر وليكن هناخد الجزء ده اللي هو كمبيوتر، هعمل له كوبي اهو، كمبيوتر كوميونيكيشن اند نتورك، عايز اكتبه بقى على الوورد. فتحت الوورد بتاعي، روح جاي كاتب، عملته باست كمبيوتر طب اخليها في النص ازاي؟ اجي هنا على العلامه دي اخليه في النص في الباراجراف، بقدر اظبط هنا في الجزء بتاع الباراجراف او كمبيوتر كوميونيكيشن اند نتورك. طيب الدكتور قال لك ده عنوان رئيسي صح؟ نرجع بقى تاني نجيب بقى الشروط اللي الدكتور قال لك لازم يكون موجوده في البحث. قال لك لازم يكون 18، يعني مقاسه 18 وبولد وتايمز نيو،
يبقى ارجع تاني للوورد، احدد العنوان الرئيسي، هو معمول هنا 18، ده كده من هنا بحدده الفونت، الفونت بتاعه 18، يبقى جه 18 اهو. طيب واعتبره ده مش موجود اهي، اكني كده مش تقيل. طب عايز اتقله، هو ده البولد بقى، اني بتقله بدوس على البي كده تقلته. بعد كده نوعية الخط لازم تكون تايمز نيو، هروح جاي تاني راجع هنا، ده بيبقى نوعية الخط، اشيل ده كده واكتب ايه تايمز، هي بتظهر لوحدها وادوس انتر بقى ده شكلها تمام. طب عايز احط تحت خط اهو، اجي من هنا برضو في الفونت ظبط عمال تحت خط، يبقى ده كمبيوتر كوميونيكيشن اند نتورك. طيب اجي بعد كده حجم الخط للعناوين الفرعيه 16، ونفس الكلام هكتب اي كلمه مثلا، هكتب اي كلمه هنا اكن ده عنوان فرعي محمد نجم اهو، اعمل ايه ده عنوان فرعي مثلا، اجي عنوان فرعي بي بولد وهو تايمز نيو. طب 18، لا الدكتور قال لك ايه، لو عنوان فرعي اخليه 16 اهو، يبقى خليه 16 وادوس انتر. طيب عايز احط تحت خط مثلا اهو، طب مش عايز، عايز اشيل خط اهو، ضغطت عليها وشلتها، ضغط عليها تحت الخط، ضغطت تاني شلت الخط، وليكن مثلا اعمل اهو دي محمد نجم. طيب عايز اكتب بقى اي كلام عادي اهو، وليكن اي كلام عادي مثلا، طب الكلام ده لو اهو حجم خط النص اللي هو الكلام العادي 15 وتايمز نيو رومان ومش بولد، يعني ايه؟ يعني مش هتقله، يعني الكلمه اهو مثلا هو بولد هنا، لا هشيل بي ولازم اخلي 15 اهو، 1 5 انتر. طب وتايمز نيو رومان، هو تايمز نيو رومان بس تمام. يبقى ده ازاي يتعامل على البرنامج الوورد. المسافه بين السطور 8، طب اعملها ازاي؟ ده سطر اهو وده سطر اهو، المسافه ما بينهم في سطر اهو تحت، ده سطر ما بينهم اهو، اروح جاي دايس عليه كده بالمسطره محدده اخليه 8، اطلع فوق على الفونت ده 16 ده اشيلها احددها واخليها 8 وادوس انتر، صغرتها ايه بقت 8، يبقى انا كده عملته 8 تمام. دي المسافه بين السطور. تتم كتابه المرجع باسلوب علمي اللي هو البحث بتاعنا، نكتبه بالاسلوب اللي هو قلناه فوق ده. بعد كده لا يقل البحث المقدم عن 15 صفحه، لازم اكتب البحث على 15 صفحه، يعني الموضوع لازم يكون ادفانسد، يعني ادفانسد اكون كاتب الموضوع كل تفاصيله ولا يزيد عن 20 صفحه مع مراعاه القواعد السابقه في جميع اجزاء البحث اللي هو الخطوط. كده الدكتور هيعرف اللي انت مش ناقل، اللي انت كاتب بايدك، فانت كده درست الموضوع وناقشته وكده تنجح ان شاء الله في الماده. يتم مراجعه البحث وتدقيقه لغويا قبل ارساله، اللي هو تراجع اللي انت عملته وتشوف انت عملت ايه بالظبط. طيب نرجع تاني بقى للعنوان بتاعنا الرئيسي اللي هو كمبيوتر كوميونيكيشن نتورك. انا دلوقتي مش عارف اجيب الموضوع ده من ايه. اولا ده الجزء انا بشرح لك، ده جزء او بحث من الخمسه اللي عندك، انا اخترته عادي، ده شابتر 3. طيب انا مش عارف اجيبه منين، اروح واخده كوبي كده واجي على جوجل اعمله بس اهو وادوس انتر، ظهر لي مليون حاجه، مليون حاجه انا عايزها اهو، مليون مقال ومليون كتاب تمام. مثلا ادوس المقال على اول حاجه اهو، جيب لك مقال عن كمبيوتر نتورك، ده كلها مقالات، يعني لو دوس على اي حاجه منهم مقالات. طب نرجع عشان انا عايز اجيب مثلا، اقول لك لو عاوز تجيب كتاب تعمل ايه، شفت الكلمه اهي، هدوس مسطره بعد كده اكتب كلمه بي دي اف ودوس انتر، بي دي اف يجيب لك الكتب اللي عن الموضوع ده، ونختار مثلا ده اهو تمام، هنا بيحمل اهو، ده هيبقى كتاب اهو، عمله داونلود، ده كتاب اسمه الجايد تو المرشد يعني تو كمبيوتر نتورك سكيورتي، وهكذا بقى هتلاقي مليون كتاب في الكلام ده اهو، مليون كتاب عندك في الموضوع ده. انتروداكشن اهو تو كمبيوتر بي دي اف، هدوس انتر اهو، جاب لك فتح لك هو كتاب اهو عن الكمبيوتر نتورك اهو،
انتروداكشن دي ممكن انتروداكشن تاخدها. الانتروداكشن كتاب 896 صفحة، يعني ما شاء الله مش هتعرف تعمل 15 صفحة. جاب لك مثلا الفهرس اهو، اهو ننزل كده بالراحة الكونتنت بتاع الكتاب ده اهو، نيجي بيشرح لك اهو الكمبيوتر نتورك اللان وما اعرفش ايه، وبيشرح لك الكلام ده كله. بس الكلام ده انت لسه مش خدته، فانت مش هتبقى ادفانسد قوي، انت بس اللي انت خدته في الموضوع. نيجي مثلا كوميونيكيشن نتورك اهو، فالموضوع كبير معاك يعني. النت تقدر بقى جوجل، خلاص تقدر تعمل ريسيرش براحتك وتقدر تدور براحتك. تمام اهو كمبيوتر نتورك اهو، مليون كتاب عن الكلام ده، وهكذا بقى ينزل براحتك. انزل بقى اهو مليون كتاب. تمام اهو ادوس كمبيوتر نتورك مثلا هنا اهو، مثلا اهو اضغط ده نشوفه مع بعض، واعمل داونلود. ده كتاب اعمل له داونلود برضه، ادوس داونلود واعمل، وهكذا بقى. طب واحد يقول لي انا مش عايز اعمل عن الكمبيوتر نتورك، ما نختار موضوع تاني. نختار اي موضوع، مثلا اي موضوع انتوا عايزينه. سي بروجرامنج لانجويج اهو، سي بروجرامنج لانجويج بي دي اف. لو انا عايز بقى ايه اشوف كتب في الكلام ده اهو، جاب لك اول حاجه كتاب عن الكلام ده، عن لغه السي. كتاب هو بيحمل معاك اهو، ذا سي بروجرامنج لانجويج اهو، ده كتاب هتنقل منه، بيشرح لك كل حاجه عن لغه السي للناس اللي بتحب البرمجه وعايزه تختار الموضوع ده مثلا. كل حاجه عن لغه السي اهو، زائد انت عندك المحاضرات ده مثلا كود برمجه بلغه السي ده. تمام واحد يقول لي مش عايز اختار ده، عايز اختار مثلا الجوريزم اند فلو شارت، وهكذا لوجيك جيت اند كومبيناشونال لوجيك سيركت اهي. تمام فالموضوع قدامك كبير، تقدر تختار اللي انت عايزه. دكتور يعني صراحه الحاجه حلوه انه مثلا اهو دكتور ساب لك مساحه، قال لك اختار براحتك، مديك خمس مواضيع. ده بيشرح لك اهو الكومبيناتوريك لوجيك سيركت، ده كله كلام اهو، الكلام ده كله بقى انت هتترجمه وتذاكره عشان تفهم ازاي هتحطه في البي دي في الوورد. تمام ده كله اهو، ده كله كده بيشرحه وهكذا. فمليون موقع خلاص انت عرفت الخمس مواضيع بتوعك اهمت، تقدر بقى تختار منهم. نوميريكال سيستم هو الشابتر 4، انظمه الاعداد او الانظمه الرقميه في الكمبيوتر، وهكذا بقى. فانت البحث هنا مش معنى ان انت مش هتنقل من المرجع، لا انت هتستخدم المراجع، لانك الكلام ده انت هتجيبه منين؟ هتجيبه من المرجع، بس هتجيبه من المرجع وتنقل، مش نقل مباشر، مش اسمك مش بصمجي، مش شغل بصمجي، فاهم قصدي؟ لا انت راجل تعبت وبتاع، فبناء عليه هتستاهل انك تنجح تعدي في الماده بس. وده كله وانت قاعد في البيت، الكلام ده مش هياخد معاك يوم او يومين او ثلاث ايام بالكتير في كل ماده. والله والله الثلاث ايام دول في المواد كلها اصلا، في الست مواد اللي عندكم في الترم. وبالتوفيق يا رجاله، وانا معاكم برضو في اي حاجه تعزوها. كان معاكم مهندس محمد نجم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.